مسيرة كرامة وطن الثالثة حشدت الآلاف من المواطنين من الشعب الكويتي قبل انطلاقها بساعات. رسالتنا هي للسلطة، رسالتنا إلى الحكومة بأننا نعتقد لا للانفراد بالقرار، ونعتقد بأن البرلمان الذي سوف تتم انتخاباته غدا في نظرنا برلمان ساقط دستوريا، ساقط شعبيا، ساقط أخلاقيا. المسيرة انطلقت وصوت المتظاهرين يعلو مطالبين بإلغاء مرسوم الصوت الواحد. حنا نقولها، نقولها بالغرف المغلقة ونقولها بالساحات وبشارع الإرادة، احنا ما بيننا وبين النظام خصومة. رجال الأمن كانوا على استعداد لمواجهة أي خروقات من قبل المتظاهرين، ولكنها كانت سلمية والتزمت المعارضة بتعهداتها. أهازيج وشعارات رفعها اللون البرتقالي المقاطع لانتخابات مجلس الأمة، ويجدد مطالبه عبر مسيرة كرامة وطن الثالثة. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، الكويت.